تمنياتنا للجميع بقضاء وقت ممتع. يا أما نشاهد الآن قدوم الشخصية البارزة من جهة اليمين متجها إلى مقر إقامته تحت حماية مشددة من قبل عناصر حرس الخاص. نستمر نقاط التفتيش بتفتيش سيارات المدنيين والأفراد المدنيين، بينما نشاهد الموكب تحت حماية جوية من قبل سيارة الموكب 180 درجة نحو الجهة الأخرى لإتمام عملية الإخلاء السريع. يتعرض الموكب الآن لمفخخات أرضية في الأمام. تتعطل سيارة الشخصية ويتم إخلاءه الآن لسيارة احتياط أخرى بتشكيل طوق أمني دائري حول المنطقة من كل الجهات ريثما يتم إخلاء الشخصية آمنة. وسريعة وتكريم كل من قيادة القوات البرية وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وقيادة القوات البحرية وقيادة حرس الرئاسة وقيادة الطيران المشترك للقيام بعملية مشتركة للتعامل مع القوات المعادية والقضاء على العناصر الإرهابية. إذن نشاهد الآن قدوم طائرة الاستطلاع المسلحة المسمى بالحارث، وذلك لرصد تحركات العدو، حيث أن على الرغم من القضاء على جميع العناصر المعادية الذين قاموا بالهجوم على نقاط التفتيش وعلى موكب الشخصية، إلا أن هنالك جيوب أخرى تسعى لزعزعة الأمن، حيث نشاهد مجموعات من العناصر المعادية تقوم بزراعة ونثر الألغام والمتابعة في المنطقة. تستمر طائرة الاستطلاع الآن بالطيران المشترك مع القوات البحرية والطيران المشترك للتعامل مع الأهداف التي تقع أمام المنصة جهة اليسار، وهي عبارة عن المباني الثلاثة. بينما شاهدنا تعرض طائرة المغادرة نشاهد الآن الطائرات المقاتلة تقوم بتنفيذ ضربات جوية متتالية ومتتابعة والقيام بالرماية على ومنصات للمراقبة وأي تحرك. طائرة مسيرة عن بعد تابعة لفريق الفرسان، طائرة من نوع بيوما تقوم بالتحليق لجمع المعلومات عن العدو. بينما نشاهد الآن اقتراب فريق لواء الفرسان نحو الشاطئ تستمر الرماية من قبل زوارق الإنزال السريعة، وذلك لتمهيد عملية الإبرار لفريق الفرسان. الزوارق التي يتواجد على متنها عناصر فريق لواء الفرسان تستمر الرماية من قبل زوارق الإنزال السريعة على الشاطئ وعلى أهداف العدو. بينما تستمر طائرة البيوم المسيرة عن بعد التابعة ومن قبل الجو من قبل زوارق الإنزال السريعة ومروحيات الأباتشي الهجومية. بينما هنالك تهديد للمبنى الذي يقع أمام المنصة، يتم الآن تكريم قيادة العمليات الخاصة لحرس الرئاسة وقيادة الطيران المشترك بالتعامل مع الهدف وتطهيره من قوات العدو. بينما تتعرض الأباتشي الآن لرماية أرضية من تطهير المباني نشاهد الآن والمل تقوم بالهجوم. بينما تقترب آليات العمليات الخاصة نشاهد فريق التدخل الأرضي والجانبي عبر الآليات السوداء وآلية المارس لتطويق المبنى من كل الجهات. بينما تبدأ الآن عملية الاقتحام من الجو باستخدام مروحية البلاكوك والتي تقوم الآن بإنذار رجال العمليات والقبال على سطح المبنى. كذلك نشاهد فريق التدخل الأرضي وفريق التدخل الجانبي مستخدمين سيارات المارس تجري الآن تستمر عملية وقوع المبنى من الصدر. قبل رجال العمليات الخاصة بينما نشاهد في هذه العملية تجري الآن عمليات عنيفة داخل المبنى من قبل رجال العمليات الخاصة وعناصر العدو.
نشاهد مروحية الشروق الآن ومقدرتها على الحركة والمناورة لتلتحق بآليات العمليات الخاصة بعمل طوق أمني ودائري على المبنى بينما تستمر عملية الاشتباك. نشاهد الآن قدوم سيارة أخرى للعدو مفخخة من مرصادة برمايتها. نشاهد قدوم سيارة أخرى من جهة اليمين بينما تستمر عملية تطهير المباني. يتضح بأن هنالك مظاهرات يقوم بها بعض المتظاهرين في منطقة السوق وذلك لتشديد الرأي العام عن أعمالهم التخريبية واحترام المقاتلات الإمارية. البري عبر زوارق الإنزال السريعة. نشاهد الآن الأباتشي تقوم بالرماية رماية تمهيدية على بينما نتابع المدفع G6. نشاهد المدفع G6 يقوم بأخذ مواقعه والرماية رماية تمهيدية على الأهداف وذلك للتمهيد لعملية فريق القتال البري. تستمر عملية وصول ناقلات الجند ودبابات النوكلير. نستمر الآن مروحيات الأباتشي الهجومية بالرماية على الأهداف رمايات تمهيدية وكذلك مدافع الجيسك. نشاهد الآن تحرك الدبابات نحو الهدف بينما يوجد هنالك حق الدبابات اللوكلير تأخذ مواقعها وتقوم بالرماية بينما تقترب آليات طبيان الآن نحو حقل الألغام وذلك لفتح ممرات آمنة عبر حقول الألغام لتمهيد لعملية مرور آليات فريق القتال البري. نشاهد الآن آليات طبيان التابعة لمجموعة هندسة الميدان تقوم بفتح ممرات آمنة عبر حقول الألغام تتواجد بين الآليات وبين الهدف. نشاهد الآن قيام آليات طبيان بفتح ممرات آمنة بينما تتقدم دبابات اللوكلير وتليها ناقلات الجند في أمي 3 وذلك للبدء في هذه العملية. في هذه الأثناء ترد معلومات بتمكن العدو من اختطاف طائرة في محاولة الانفرار بها بينما يتم تكليف إجبارها على الهبوط هنا في مدرج المدينة بينما نشاهد ترجل رجال فريق القتال البري من على صهوة ناقلات الجند فيها. فريق القتال البري بالتزامن مع تفتت دبابات النوكلير تجري الآن عملية الاقتحام وجدار دخاني ساتر. يتقدم الآن عناصر فريق القتال البري نحو الأهداف التي هي عبارة عن 5 مباني جهة اليمين. يتم تطويق المباني الآن من كل الجهات بينما تجري الآن عملية تفجير لمداخل المباني وذلك لتفجيرها من العدو. تجري الآن عملية اشتباك. هذه العملية تتم تحت حماية جوية من قبل مروحيات الأباتشي الهجومية. تتم الآن عملية تطهير هذه المباني من عناصر العدو بينما هنالك قارب للعدو في محاولة لاختراق التحصينات الأمنية. شاهدنا الأباتشي تقوم برماية القارب رماية صعبة وإغراق القارب في البحر بينما نشاهد عملية التوسع لآليات الركاب المدنية المختطفة بعد أن تجبرها القاتلات الإماراتية. هذه المواقف بينما يتم الآن إلقاء القبض على العناصر المختطفة للطائرة ويتم اقتيادهم نحو مكان آمن من قبل عناصر العمليات الخاصة الذين قاموا بتطويق الطائرة وتحريرها من العناصر المعادية دون وقوع أي إصابات في الأرواح ودون وقوع أي إصابة بالطائرة بينما تتم الآن عملية إخلاء الطائرة بعيدا نحو مكان آمن. نشاهد
عناصر العمليات الخاصة بعد أن قاموا. بينما هنالك عناصر للعدو لا تزال موجودة تقوم باعتراض عدو. إذا نشاهد اقتراب آليات العمليات الخاصة الآن تحت غطاء جوي من قبل مروحية الآليات العمليات الخاصة تقوم بتطبيق الحافلة من كل الجهات في عملية دقيقة وسريعة من قبل رجال العمليات الخاصة. الرماية على عناصر العدو والاستقامة الاصطدام الحافلة بينما يتم الآن عملية اقتحام الحافلة من الجوانب وتحت الجوي من قبل مروحية المنزل على عمليات خاصة يقومون بعمل ضوء أمني بينما تقترب مروحية البلاك هوك الآن وذلك لإخلاء الركاب المدنيين المحررين من الحافلة بعيدا نحو منطقة آمنة. نشاهد الآن مروحية البلاك هوك سلة الإنقاذ التي لعمليات نستذكر الجهد الجبار الذي بذله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تطوير الأمم. لنؤكد أننا سنواصل السير على نهجه وسنعمل معا وفق حكمته ورؤاه السديدة. فمدرسة زايد الفريدة في القيادة والحكم الرشيد تمثل مصدر الإلهام في كل خطوة تخطوها دولة الإمارات المتحدة وهي الأساس الصلب لترسيخ البناء الاتحادي لدولتنا الفتية ونقطة الانطلاق نحو المستقبل كي تعزز من مكانة إمارتنا الحبيبة كواحدة من أفضل دول العالم في كل المجالات خلال قادم السنوات. حماة البلاد علينا وعشقا عميقا لكم واحترام وحبا من القلب جنودا بكم صار يرقى بكم لأن لكم في الفؤاد مقام فلوحات مجد على ما يرام. حماة البلاد حصون الوطن دروعا تديمون فيه السلام. سلام سلام عليكم عليكم سلام. بينما نشاهد من الأعلى في كبد سماء إمارة رأس الخيمة هنا في دولة الإمارات نشاهد عناصر القفز الحر يبدأون الآن بالقفز من على ارتفاع أكثر من 4000 قدم حاملين معهم رايات آليات القوات المسلحة المشاركة في هذه العملية في عرض حصن الاتحاد يحمي حما هذه البلاد. قلوبنا ضخت دماء للوطن حبا وهذا الحب ساد. أضحت إمارات المحبة عشق ينبض في الفؤاد والحرب فرعا لها طبل ودخانها حمل الرماد. تبشر بجند خليفة هي الشجاعة لهم يأتيك تأتيك في الأخبار وقع صداها له ارتداد. نبني الحضارة بالجدارة ونمد للوطن الأياد. عصبية قبلية فينا لوطني لا نحيد ولا يدا يدا تساعد هؤلاء الفرسان على صهوة لدفء أمانينا في لحن أبانا. إنا لقوم أذى من ليس يؤذينا بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا. العدو لنا رمت عزائمه من بات يرمينا. تتزين سماء دولة الإمارات المتحدة بأعلام دولة العربية المتحدة عبر طيبا وتسليحا حضورا وفاعلية مبادئ ومواقف تليق بدولة انطلقت نحو المستقبل فكسبت الرهان ورفعت التحديات وقهرت المستحيل وباتت في مصاف نخبة الدول في العالم أمناً رؤيةً وخياراً. وفي هذا اليوم الرائع بروعة الحدث السامي